السلام، هذا هو الخير تبارك الله ديال زكزل. تبارك الله، صلى عليك رسول الله. الله 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 الله، ما شاء الله. السلام، تبارك الله. اخوتي احبابي تبارك الله عليكم، كيراكم دايرين؟ الامور هانيه، كلشي بخير. حنا كنتواجدوا الان في زكزل، ان شاء الله غادي نشدوا الطريق من بركان حتى لزكزل ان شاء الله. خليكم معنا، ما تمشيو فين، حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. هذا مقتطف صغير، غادي ان شاء الله نديرو القدام باش تعيشوا معنا واحد اللحظه اللي زوينه ديال الطريق، يعني من بركان حتى لزكزل، باش نشوفوا هالجماليه ديال الطريق ديال جبال بن زناسن. وكذلك المغاره راه مسدوده نظرا للاشغال، هذه واحد العامين هما يخدموا فواحد البروجي راه لداخل. بزاف ديال الناس كيسولوا واش محلوله واش مبلعه، راه مسدوده يعني ما تقدرش تدخل لداخل. بصح كي كتجي هنايا كتكتشف بزاف ديال الحوايج، كتكتشف الطريق، كتكتشف هاد الشجر ديال المزاح، كتعيش واحد اللحظه اللي زوينه. اما المغاره راه مغاره وصافي، يعني واخا حتى توصل تما ما كاينش شي، فهمت يعني؟ غير باش نعطيكم على الفكره، يعني علاش انا كنجي زكزل، كنعيش الطريق، كنعيش هاد الجبال، كنقول سبحان الله العظيم وبحمده، كنشوف الطيور، كنحس كنسمع، المهم مجموعه من الاشياء اللي غادي نعيشوها ان شاء الله في هذا الفيديو. وتحياتي لكم. ها هو الخير ديال المساح، شوف ها هو الخير، تبارك الله، صلي عليك رسول الله. شوف راه بداو يقلعوا الناس، بداو يقلعوا، راه كاين اللي طايب، كاين اللي باقي. تبارك الله، شوف الخيرات تبارك الله ديال المساح. احنا دابا في الدخله ديال زكزل، ها هو زكزل راه غير هنايا، راه مسدود. اذا خوتي تحياتي لكم، خوتي بارطاجيو معكم هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ويلا هو معنا ان شاء الله. غادي نشدوا الطريق، المهم من بركان تزاغين، وغادي نجيو طالعين مجموعه من الضوابير ومجموعه من الحوايج الزوينه غادي نشوفوها جميع، ويلا معنا اخوتي.